راسك حيل برشاوي، سجي على راسك حيل برشاوي، سجي على راسك حيل برشاوي. كابتن غالية برشلونة أغلى والله هاردة قادم أفضل إن شاء الله. إيه أكبر يوم تفوز يوم تخسر إن شاء الله المواسم الجاية نعوض. لكن يعني تبكي على مود برشلونة؟ أعطيهم قلبي قلب أعطيهم. زين شو سبب الخسارة؟ حرامة. شنو سبب الخسارة؟ طرد أروخ فلش الفريق. طرد ظالم والله. كرة القدم ما بيها هيك حالات. والعلم لو غير فريق ما تندق. غير فريق ابد ما تندق. الا برشلونة تندق عليه الحالات. وشفناها هواي مواسم. شفناها 2017 لريال مدريد شلون جاملوهم، وشفناها ذاك الموسم البرشلونة شلون ضد الباير وشلون ضد الانتر. شلون طوهم الفاولات، جزاء خوب مال فات هاي مال بيدل الانتر، وما جزاء مال ديفيس مال ديمبلي. هواي حالات، ما ايش تحكي؟ برشلونة ابد ما محظوظة. وان شاء الله بالموسم الجاي نعاوض. I don't know.